السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي شهوات راديا. اليوم ان شاء الله نقدم لكم غانا الشوكولا، كيجي لذيذ بزاف. فتبعوا معايا المكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاج هنايا 81 غرام ديال قشدة الطرية كريم فريش، وغادي نحتاج هنا 150 غرام ديال الشوكولا السوداء قطعتها قطع صغيرة، وغادي نحتاج هنا واحد طريف ديال الزبدة من وزن 20 غرام، تقريبا معلقة كبيرة ما عامراش بزاف. اول حاجة انني غادي ناخد هاد الكريمة نوضعها فوق النار حتى توصل لدرجة الغليان. هنا من بعد ما كتوصل لدرجة الغليان فانا كنطفي عليها البوطة وكنحيدها. هنا من بعد ما زولتها من فوق البوطة كنزيد عليها الشوكولا، قلنا 150 غرام ديال الشوكولا. فهاد الوصفة ضروري انكم توزنوا المكونات. غادي نوضع هذاك الطريف ديال الزبدة وغادي نحركو غير تحريكة خفيفة ونخليه واحد شوية، عاد نرجع نحركو. غادي نبدا نحرك دابا بطريقه دائريه، ما تحركوش يعني طريقه عشوائيه، ضروري تتبعوا يعني تحركوا في اتجاه واحد. كنستمر في التحريك بهذه الطريقه حتى كيذوب ليا هذاك الشوكولاط وكذلك الزبده. هنا من بعد ما كنلاحظ ان الزبده والشوكولا دابو تماما، فانا كنجيب واحد الاناء كنوضع فيه الصفايه وكنصفي هاد الغاناش باش نتاكد ان ما بقى حتى شي حبيبه ديال الشوكولا او الزبده. فانا نصفيه، غادي نغطيه بواحد البلاستيك وندخلو للثلاجة. ضروري انكم تصاوبوه بليله قبل، ضروري انه يبات ليله في الثلاجة عاد انكم تقدروا تستعملوه باش كيشد فراسو مزيان. هو دابا راه كيبان خفيف يعني بحال الكلاصاج. من بعد ما كنخليوه في الثلاجة ازيد من 7 ديال السوايع عاد كيرجع لنا يعني غاناش. نقدروا نديرو به طورطات او نعمرو به الشوكولا بحال اللي سبق ونزلت لكم، فهو كيجي على هذا الشكل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش اخواتي الا عجبكم الفيديو لايك وكذلك اشتراك في القناه باش توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.